السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله تاني حلقتنا من حلقات رمضان بإذن الله. هنتكلم عن صحابي من صحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب إن الفيديو يعجبكم ويفيدكم، وأتمنى إن أنتم تساعدونا في النشر علشان يوصل لعدد أكبر. كنا سألنا سؤال الحلقة اللي فاتت ودي كانت إجابته سعد ابن أبي وقاص. كان سؤالنا من أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ طبعا كانت الإجابة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكتير منكم عرفوها ما شاء الله عليكم. يا رب إن شاء الله تعرفوا الإجابة بتاعت السؤال اللي في نهاية الحلقة دي كمان، لأنه سؤال مهم أوي أوي، ويعني ما ينفعش إن في واحد مسلم يكون مش عارفه، لازم أن يكون كلنا عارفينه وحافظينه زي اسمنا. طيب بما إننا كنا سألنا سؤال عن سيدنا سعد، فقلنا ان هي فرصة ان احنا نتعرف اكتر على شخصية سيدنا سعد. مين هو سيدنا سعد؟ اسلم وهو عنده كام سنة؟ مواقفه مع سيدنا محمد، مواقفه مع الصحابة، هنتعرف عليه اكتر النهاردة ان شاء الله، علشان نكون في طريقنا كده خلال شهر رمضان بنعرف اكتر عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اول حاجة هنتكلم عنها وهي اسلام سيدنا سعد. أسلم سيدنا سعد، طبعا هو اسمه سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف. ولو تلاحظوا الناس اللي حافظة اسم النبي واللي تعرف نسبه من ناحية الأب ومن ناحية الأم، فهو في تشابه بين اسمه وبين اسم النبي، وهنتعرف على ده كمان شوية. طيب سيدنا سعد أسلم وهو عنده 17 سنة، أسلم في سن صغيرة وادى عمره كله للإسلام من بداية عمره لحد ايه لحد ما توفى. في إسلام سيدنا سعد في موقف، يعني موقف مهم قوي قوي حصل مع أمه. سيدنا سعد بيقول ايه؟ ان هو كان من أبر الناس بأمه، كان بار جدا بأمه، ده كان قبل الإسلام. طيب ايه اللي حصل بعد ما أسلم؟ سيدنا سعد بيقول ايه؟ بيقول في آية وهي وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بيقول ان الآية دي نزلت فيه هو، نزلت عشانه هو. طب ليه؟ بيقول كنت برا بأمي، كان بار بأمه، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي أحدثت؟ ايه الدين اللي انت دخلت فيه ده؟ لا تدعن دينك هذا، انت هتسيبك من الدين ده، او لا أكل ولا أشرب، لإما مش هأكل وإيه ولا هشرب حتى اموت فتعير بي، لغايه ما اموت كده وايه والناس يعيروك بيا، فيقال يا قاتل امه، الناس هتقول لك يا قاتل امه. قلت لا تفعلي يا امي، ما تعمليش كده يا امي، اني لا ادع ديني هذا لشيء، انا مش هسيب الدين ده لاي ايه لاي حاجه. فمكثت يوما لا تاكل ولا تشرب ليله، يعني ما كانتش فضلت يوم ولا بتاكل ولا بتشرب، واصبحت وقد جهدت وبقت شكلها تعبان. فهو قال لها ايه بقى؟ بصوا الكلام اللي هو قاله ده على لسانه هو. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس، لو ليك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، يعني متي مرة واثنين وثلاثة لحد 100، ما تركت ديني، مش هسيب ديني أبدا، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو كان الوالدين، ما تركت ديني. إن شئت كلي فكلي او لا تأكلي، عايزة تأكلي كلي، مش عايزة ما تأكليش. فلما رأت ذلك اكلت، لما شافت بقى خلاص تمسكه كده قامت ايه، قامت واكلة. ده كان من المواقف اللي حصلت لسيدنا سعد في اسلامه. طيب ايه تاني الحاجات المميزة في سيدنا سعد؟ سيدنا سعد هو اول من اراق دما في الاسلام، واول من رمى بسهم في الاسلام، وده كان سؤالنا في الفيديو اللي فات. طيب في مجموعة من صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في شعب من شعاب مكة بيصلوا، فجه مجموعة تانية بس من المشركين وفضلوا ايه يقتلوهم ويتايه ويتخانقوا معاهم. فضرب سيدنا سعد في اليوم ده راجل كده بعصاية ففتح له دماغه، وكان ده اول دم ينزل في الاسلام. كذلك طبعا احنا قلنا ان هو كان اول من رمى بسهم ايه في الاسلام. ده كان اسلام سيدنا سعد. طيب تيجوا نتعرف مع بعض على مواقف من حياة سيدنا سعد. اول موقف هنتعرض ليه موقف مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
سيدنا محمد جه في يوم وقال ايه، او في ليلة، وقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني، يعني يا ريت لو الاقي راجل صالح كده من اصحابي يحرسني. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فلم تمضي لحظة واحدة اذ سمعنا صوت السلاح فقال الرسول من هذا. مفيش، ما عداش وقت بسيط جدا وبنبص لقينا ايه، في صوت سلاح بره على الباب. فسيدنا محمد طلع وقال ايه، مين بره؟ فقال انا سعد ابن ابي وقاص، انا سعد ابن ابي وقاص، انا احرسك يا رسول الله. فدعا له رسول الله وهو اللي جه وحرسه. وقالت السيدة عائشة فنام رسول الله حتى سمع ضغطيته، لا عجب اذا ان ينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة اعجاب. طبعا سيدنا محمد كان بيحبه جدا 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 لدرجة ان هو كان بيقول هذا خالي فليروني امرؤ خاله، يعني ده خالي، سعد ده خالي، اللي عنده خال زي سعد يطلع كده يوريني نفسه. طبعا ايه، فيها افتخار بسيدنا سعد. ده كان موقف مع سيدنا محمد. طيب سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة، سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة، وده ليه؟ لأن النبي نفسه دعاله بالاسم اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. تعالوا ما نشوف مواقف من استجابة دعاء سيدنا سعد. في غزوة أحد أو في بداية غزوة أحد كان ليه دعوة في يوم فقبل الغزوة كده. طبعا في ناس، هو كان سنه لسه صغير وكانوا رايحين حرب، وغزوة احد من الغزوات اللي كانت صعبة جدا يعني في الاسلام، وكان الكفار جايين ينتقموا وكان عدد الكفار كبير جدا. فانت رايح غزوة او حرب وبتبقى عايز برضو ترجع، ان انت ترجع عايش تاني. بص دعاء كان سيدنا سعد في اليوم ده كان بيقول ايه، كان بيقول يا رب اذا لقينا العدو غدا، لو قابلنا العدو بكرة، فلقني رجلا شديدا بأسه، يعني اديني راجل قوي جدا شديدا حرده وقاتله ويقاتلني، راجل يعني مهم جدا وقوي ان انا ايه اقتله، ثم ارزقني الظفر علي وارزقني ان انا ايه انا اللي اكسبه حتى اقتله واخذ سلبه لغاية لما انا ايه اقتله واطلع روحه خالص. فاللي هو مش رايح ايه يواجه كده اي حد، لا ده عايز راجل قوي علشان يكون ليه تأثير في المعركة ويكون من عوامل ومن اسباب النصر. طيب ارمي فداك ابي وامي، مين اللي قال الجملة دي؟ تخيل حد يتقال له فداك ابي وامي، ومين اللي يقولها له؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قالها. فتخيل كده مكانة سيدنا سعد عاملة ازاي لما النبي بنفسه يقول له ارمي يا سعد، ارمي طبعا ديت تعود على الاسهم بتاعته، ارمي يا سعد فداك ابي وامي. الموقف ده حصل امتى؟ ده حصل في غزوة احد، كان سيدنا سعد هو حوالين النبي وبيحميه لما اشتد القتال واشتدت المعركة او الغزوة. فساعتها سيدنا محمد قال له ايه، ارمي يا سعد فداك ابي وامي، وكان من الرماة المهرة جدا اللي كان عندهم التصويب بتاعهم ممتاز. فدي كانت مواقف في غزوة احد. هل في مواقف تانية بتقول على يعني استجابة دعاء سيدنا سعد؟ ايوه، في موقف ناس كتير او يعني ائمة كتير بيستخدموه في المساجد، موقفه مع سيدنا عمر، وهنشوف مين اللي قال الجملة دي. سيدنا عمر لما كان خليفة للمسلمين، وكان من عوايد سيدنا عمر يعني ان هو دايما بيبعت ناس ويشوفوا كده احوال الرعية، يشوفوا الولاء ايه اخبارهم، هل بيحكموا بالعدل ولا لا وهكذا. ففي يوم او في فترة جه اشتكى اهل الكوفة سيدنا سعد لسيدنا عمر، فقالوا انه لا يحسن ان يصلي، هو ما بيصليش كويس. فقال سعد اما انا لو عليا فاني كنت اصلي بهم صلاة رسول الله، انا بصلي بهم زي ايه، زي ما الرسول كان بيصلي، صلاتي العشاء لا اخرج منها، اركض في الاولين واحذف في الاخرين. فقال عمر، سيدنا عمر قال له ذاك الظن بك يا ابا اسحاق، ده ايه، ده اللي احنا برضو ايه بنأمله منك. ولكن سيدنا عمر علشان برضه هو الخليفة والمسؤول عن كل الرعاة وكل الولاة، فبعت رجال يسألون عنه ايه بالكوفة، في مدينة الكوفة اللي هم اشتكوا منه. فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة الا قالوا خيرا، كل ما يجوا مسجد يدخلوا يسألوا عن سيدنا سعد كانت الناس ايه بتقول كلام كويس، حتى اتوا مسجدا لبني عبس، لحد ما جم مسجد بني عبس. فقال رجل يقال له ابو سعدة، أبو سعدة، وده شخصية مهمة معنا دلوقتي، أما إذا نشتمون بالله، يعني لو هنقول بقى بصراحة يعني،
فإنه كان لا يعدل في القضية، ما بيحكمش بالعدل، ولا يقسم بالسوية برضو ما بيسويش، ولا يسير بالسرية، وما بيطلعش كمان في ايه، في الحروب. طبعا سيدنا سعد زعل جدا وقال ايه بقى، فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا، يعني يا رب لو كان كذاب، فأعمي بصره، اعميه، وأطل عمره، يعني طول في عمره، وعرضه للفتن، يعني عرضه ايه للفتن والمغريات بتاعت الدنيا. الراجل ده اتشاف بعد كده وقال عبد الملك: فأنا رأيته، رأيته ايه بعد كده بقى، يتعرض للإماء في السكك، يعني كان بيقعد كده في الطريق على الرصيف كده ويقعد يعاكس البنات اللي ماشيين في الشارع، وكان من كتر ما سنه كبر كان حاجب الحواجب عنده، كان الشعر اللي فيهم وقع من كتر ما تقدم بيه العمر. لما الناس كانت بتيجي تسأله بقى ايه اللي خلاك كده، كان بيقول ايه: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. انا راجل كبير اتفتنت، ليه؟ عشان اصابتني دعوة سعد، لانه ابتلى، يعني اتبلى على سيدنا سعد بكلام مش حقيقي، وكذب وقال كلام سيدنا سعد طبعا ما كانش ايه، ما كانش الكلام ده فيه. فدي من المواقف اللي بتبين استجابة الدعاء بتاع سيدنا سعد. طيب نيجي بعد كده على فتوحاته. سيدنا سعد كان من الفاتحين العظماء طبعا، كان بطل للقادسية، بطل القادسية، وكمان هو اللي فتح المدائن، وهو اللي انتصر على الفرس. المدائن دي كانت عاصمة بلاد فارس، الفرس، وزمان كانت في قوتين عظمتين، الفرس والروم، فالفرس كانت قوة كبيرة جدا وعظيمة جدا. سيدنا سعد هو اللي فتح العاصمة بتاعته، فهو كان قائد عسكري قوي جدا. نيجي على موقفه في الفتنة، وده يعني انا شايف ان يمكن ده من اهم الاجزاء اللي موجودة في الفيديو النهاردة او في كلامنا عن شخصية سيدنا سعد، موقفه في الفتنة اللي حصلت من عند مقتل سيدنا عثمان ابن عفان. لما جت الفتنة، سيدنا سعد اعتزل الفتنة، يعني ما كانش مشترك ولا مع الصف ده ولا مع الصف ده، علشان لو كان هنا كان هيبقى مع مسلم ضد مسلم، سواء في الطرف ده او في الطرف ده. لحد ما جه في يوم ابنه بيقول له: هو انت يعني مش هتاخد ايه، مش هتاخد صف من الصفين دول؟ اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى اليه، سيدنا سعد عمل ايه بقى؟ بقى بيربي الغنم في مكان بعيد ومعتزل خالص الفتنة والناس اللي ايه، اللي عمالين بيتكلموا، وهو ملوش دعوة بالموضوع خالص. فجاله ابنه فقال له ايه: أرضيت أن تكون أعرابي في غنمك، في غنمك، والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ يعني الناس عمالين يتخانقوا وانت قاعد هنا بالغنم؟ فرد قال له ايه بقى: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي الفتنة قال ايه بقى؟ قال المقولة اللي قدامنا دي: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف، يعني أنا مش هقاتل مع صف ضد التاني إلا لما يجيبوا لي سيف، السيف ده يكون ليه عينين وليه لسان، والسيف ده يقول لي ده مؤمن وده كافر، لو ما ده ما حصلش خلاص أنا إيه، مش هقاتل. فده طبعا يبين إن هو كان ضد الإيه، ضد الفتنة، ومش عايز يروح مع فريق ضد فريق تاني. كمان كان سيدنا سعد بينصح الصحابة دايما وبيقول لهم الاعتزال، كان بيقول لهم ابعدوا عن الفتنة وما تشتركوش فيها حتى تنجلي هذه الأزمة، لحد ما ايه، ما الأزمة دي تعدي. فعن حسين بن خرجة الأشجعي قال: لما قتل عثمان أشكلت علي الفتنة، يعني لما سيدنا عثمان اتقتل الموضوع بقى ايه، بقى مش واضح قدامه، هل الصف دوت او الفريق دوت هو اللي معاهم حق ولا الفريق التاني. فقلت، سيدنا حسين بن خرجة قال: اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به، يعني يا رب وريني الحقيقة أعمل ايه. فرأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط، شاف الدنيا والآخرة فيما بينهم حائط، فهبطت الحائط، يعني الحائط ايه، وقعت، فإذا بنفر فقالوا: نحن الملائكة. في كده ايه، مجموعة لقاهم ايه، بيقولوا ايه، احنا الملائكة. قلت: فأين الشهداء، الشهداء فين؟
قالوا اصعد الدرجات، تعالى كده اطلع ايه الكام خطوة دول. فصعدت درجة ثم أخرى، فإذا بمحمد وإبراهيم صلى الله عليهما، سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. وإذا محمد يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، سيدنا محمد طبعا في كل موقف لازم إن هو يكون فاكرنا ودايما إن هو حاططنا يعني رقم واحد، فكان بيقول لسيدنا إبراهيم إيه استغفر لأمتي. قال سيدنا إبراهيم، قال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف هم عملوا إيه بعدك، إنهم أرهقوا دماءهم، يعني دول إيه سفكوا دماءهم، بقوا بيموتوا في بعض، وقتلوا إمامهم وقتلوا الخليفة بتاعهم سيدنا عثمان. ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ مش كانوا يعملوا زي ما إيه ما خليلي سعد عمل؟ مين سعد بقى ده؟ ده سعد ابن أبي وقاص، بطل الفيديو بتاعنا النهاردة. مش كانوا عملوا زي ما هو عمل؟ طب هو عمل إيه بقى؟ هو اعتزل. فبيكمل سيدنا حسين وبيقول، قال قلت لقد رأيت رؤيا. فأتيت سعد، راح بقى لسيدنا سعد وحكاها عليه، بيقول فما كان أكثر فرحا، يعني ما كانش فرحان بأي حاجة أكتر من فرحته بالكلام اللي اتقال ده أو بالرؤية دي. وقال قد خاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام خليله، يعني اللي سيدنا إبراهيم ده مش هيكون خليله، فإيه ده هو خسران. قلت مع أي، الراجل بقى سيدنا حسين قال إيه، مع أي الطائفتين أنت؟ أنت مع أنهي طائفة من الطائفتين اللي بيتخانقوا دول علشان أكون زيك؟ قال له ما أنا مع واحد منهما، أنا مش مع ده ولا مع ده. فقال له فماذا تأمرني؟ تأمرني بإيه؟ قال له هل لك من غنم؟ أنت عندك غنم؟ فرد عليه قال له لأ. قال له فاشتري غنما، روح هات غنم فكون فيها حتى تنجلي، واقعد ربيها لحد ما الفتنة إيه الفتنة دي تنجلي. ده كان موقف من مواقف سيدنا سعد، أو من مواقفه كتير جدا، وحاولنا إن احنا نعرفكم عليه في صورة سريعة. طيب دلوقتي ميعادنا مع حديث اليوم التاني، والحديث بتاعنا من الأحاديث الجميلة والبسيطة جدا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني الهجرة ما انتهتش زمان، لا الهجرة ما زالت موجودة، ولكن الهجرة دلوقتي تختلف في الشكل بس عن الهجرة زمان. ان دلوقتي انت لو متعود، او لو انت متعود على الكذب مثلا، فانت لما تهجر الكذب ده انت دلوقتي بقيت مهاجر. البنت مثلا اللي متعودة ان هي تمسك ودن صاحبتها وتفضلوا يجيبوا في سيرة ديت وسيرة ديت وبينموا على الناس، لما تهجري الفعل ده انت برضو بقيتي من المهاجرين. كذلك الجزء الاولاني من الحديث بيقول المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، لسانه ما نقعدش نختلف في بعض، ويده طبعا ان احنا ما ناكلش حقوق بعض. طيب نيجي بقى للمسابقة بتاعتنا والسؤال بتاع النهاردة. السؤال بتاع النهاردة من الاسئلة المهمة جدا، هو بيقول لنا ايه، من هم العشرة المبشرين بالجنة؟ ايه اسماء العشرة المبشرين بالجنة؟ معظمنا حافظ اول اربع خمس اسماء، ولكن هل حافظين العشرة كلهم؟ لو حافظينهم كلهم من غير جوجل ومن غير حاجة قولهم لنا في التعليقات، وحتى لو مش حافظينهم حاولوا تدوروا عليهم وتجيبوهم، ولكن تحفظوهم علشان نكون عارفين اكتر صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، اتمنى ان انتم تنشروه علشان عدد اكتر يعرف عن سيرة سيدنا سعد، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.